قول فيصل مع فيصل علي موسى. من هو الدكتور فيصل علي موسى؟ مستثمر؟ رجل أعمال؟ ملتزم؟ محب؟ حالم؟ أم أنه واقعي؟ شوف يا أختي أمل، أنا أحب أكون رائد أعمال، أحب أبحث عن النجاح، وليس الواحد يكوم فلوس في الحسابات البنكية. النجاح هو أهم شيء عندي في الحياة. أنا أحب الالتزام في العمل، أحب الجدية في العمل، أحب الجد والاجتهاد في العمل، أحب أن التيم مالي أو فريق العمل كله يشتغل كفريق واحد وليس كل واحد يشتغل لوحده. أحب أن أبني قادة وليس مدراء، لأن القائد في فرق كبير بينه وبين المدير. هني تنجح الشركة لما يكون عندك قادة يديرون لك، تحس ان في عندك انتاج وعندك رسالة راح توصلها، سواء الى الدولة، الى المجتمع، الى المستثمرين، راح توصل اذا كان عندك هذه النوعية من الفريق العمل القوي. احب النجاح واحب ان اعمل شغلات الناس ما عملتها قبلي.